التجربه ديالك اللي كنتي اكتسبتيها خلال هذه الدوره السابقه لهذه الفتيات، كيفاش انك شنو اللي ممكن تقوليه انت لهذه الفتيات من اجل انه يستمروا في هذه المسابقه، وكيفاش انت انك خدتي اللقب ولو انه يعني بين الجائحه وبين كذا ما كانش فرص كثيره انك باش تفرزي للجمهور، ولكن اليوم شنو ممكن تقول لنا على الفوز ديالك؟ شنو اللي ممكن تقولي لهاد الفتيات اللي الان جاو كلهم رغبه وكلهم طموح انه حتى هما في يوم من الايام يكونوا متواجد كمنحاج الافضل؟ اول شيء غادي نقول لها كنتمنى لك التوفيق، وغادي نقول لهم انهم يكتسبوا الثقه ونثقوا في النفس ديالهم كمشاركات، ويكونوا انهم جاو على الحق وراضيين انهم باغيين هذاك المجال اللي هما باغيين يدخلوا فيه ديال عالم الموضه، وما يتعلق ما هو يتعلق بميس اطلس 2021. وكيف ما كتعرفوا ان كانت جائحه كورونا ما تمكنتش انني تكون عندي فرصة أنني نخدم أكثر أو ندير شي أعمال أخرى أكثر، ولكن الحمد لله الآن أنا جيت باش نساندهم ونشجعهم يكونوا ملكة الجمال. كان عندك تجربة مع المنتج أحمد وعروة خلال أحد أعماله، ممكن تحكي لنا على هذا العمل؟ واش ديجا دار هذا العمل أو مازال؟ أو ممكن تحكي لنا على التجربة ديال الدراما وفي التلفزة المغربية؟ انا التقيت بالاستاذ بوعروة وكان غيكون عندي معاه عمل قبل كورونا، ولكن ما توفقتش انني نديرو لان كانت كورونا، وان شاء الله غادي يكون عمل اللي غيجمعني بيني وبينه من القدام. اذا كميس اطلس غادي نبغيك انك ترحبي بلجنه التحكيم اللي غادي تكون معنا في عضوة لجنة التحكيم وتعرضت لهذا الكاستينج الأول هنا في مدينة مكناس. غادي نبغيو نرحبوا بواحد القامة فنية، القامة اللي قدمت الكثير وصرفات المغرب، مجموعة من المحطات، وكذلك هي سيدة أعمال متميزة مواقفها الاجتماعية مواقفها الإنسانية، فهي نالت مجموعة من الألقاب، نالت لقب اللي هو كبير اللي هو ميس توب موديل برازيليا في دولة البرازيل، وكذلك كان لها مجموعة من الأعمال وساهمت مجموعة من الأعمال الفنية، وكانت تلك المرأة الاقتصادية اللي كتستثمر في الفن. إذا باسم المسابقة وباسم ملكة جمال الأطلس مادموازيل ريم بوعيشي المجتهد، غادي نرحبوا بلالة ماريا زيدان، هي ميس توب برازيليا وسيدة أعمال وعضوة لجنة التحكيم. مرحبا بك لالة ماريا. جينا اليوم نحضروا الكاستينغ ديال ميس اطلس 2021، جيسبر كو تو سباسرا بيان ان شاء الله، وحنا واخدين الوقاية المرض ديال كورونا ان شاء الله باش كلشي يكون على ما يرام ان شاء الله. لالا ماريا كنعرف من الانشغالات ديالك الاعمال ديالك، ولكن اون فوا توجد لك الدعوه باش تجي لمكناس رغم هذه الظروف وجيتي انت سايقه الطوموبيل ديالك، ماشي البارح واش علاش زعما هذا؟ واش حب لمدينه مكناس؟ واش حب للشباب؟ واش حب لهذه الفتيات؟ انا لمست انك كتعاطفي مع الفتيات انه حتى هما يوصلوا لواحد المبتغى اللي ربما انت منذ زمان انك تاتي كنت بحال هما. حتى انا نفس المرحله وداك الشيء جيت نساند البنات اليوم ان شاء الله في الكاستينغ ديالهم، وكلهم ما هو مغربي وكيساعد الفتاه المغربيه حنا معاك. كلمه لقناتنا ماجازين بوز تي في بهذه المناسبه، شنو هو؟ اللغه العربيه عندي كنهضر توت لي لونغ العربيه شويه ماشي مشكل. معليش باي لغه لا ممكن توجه هذا الميساج شنو من عبر اثير
ماجازين دوز تي في، شنو بغيتي تقول لي للمغاربه في هذه الظروف اللي كتعيشها بلادنا وحنا مقبلين على عيد الاضحى؟ الحاجه الوحيده هي الوقايه احسن من العلاج في جميع الاحوال، غير تبقى الاحتياط والكمامه ديال السوق. اول حاجه الكمامه، غسل اليدين، داكشي كاع اللي كيقولوا لنا في البازار، هذاكشي ما تيقولوش غير عبثا هكا، هذاكشي خصنا نلتزم. إذن شكرا لاله ماريا، وكنتمنى لك التوفيق. شكرا، بصيره موفقه للمكان ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا، ميرسي بوكو.